أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. خبر عاجل صادم ومحزن: منذ قليل في الأردن انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب محمد القضاة بعد سنوات من المعاناة مع مرض السرطان. وكان القضاة يعرف بين الناشطين ومكافحي المرض الخبيث باسم وزير السعادة، نظرا لتفاؤله وحبه للحياة ونشره للطاقة الإيجابية. الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون. خالص تعازينا القلبية لوفاة الشاب محمد القضاة.